إليها مع مراسلنا في الرياض أحمد الجدي وحمزة بن جدو من دبي. كله جدي جدو الله يعينه. الناس ما فيكم جيبوا هي اللي شوه دوخة ونقول حقوا كي جاب السبعيني بالعمر وعطان ماندي دفاع هبال حربي شو ظهرات فرس وسفن يا ولاد الخضرة فرحونا اللي جان يعطيكم بالصحة نراكم شرف. نرحب فيك اللاعب الدولي الجزائري مهدي تاهرات لاعب فريق أبها. كيف تم انتقالك للفريق؟ جرت الأمور بشكل جيد وبوتيرة سريعة مع النادي ومع المدرب، وانتهت المفاوضات في الأخير بتوقيعي مع فريق أبها وأنا سعيد معهم. الحمد لله. الكرة على كل حال مرت إلى الأمام، محاولة موجودة من رأس تمر، انتهت أمام المرمى، كابتن لماذا خرجت من الدوري الفرنسي للدوري السعودي؟ بدأت مشواري الرياضي بالدوري الفرنسي وكنت أود تغيير الأجواء، فتحدثت مع بعض اللاعبين الجزائريين في السعودية وشجعوني لخوض هذه التجربة، خصوصا أن التجربة ستكون في بلد مسلم. ما الفرق الذي وجدت بين الدوري الفرنسي والدوري السعودي؟ هناك اختلاف كبير بين الدوريين، البطولة الفرنسية والدوريات الأوروبية بشكل عام تتميز بنهج تكتيكي عالي جدا، أما ما لاحظته في مباريات الدوري السعودي توفر مساحات كبيرة في اللعب. جوبانوي ستتوقع أنه أبها قادر على الصمود في دوري المحترفين أو ممكن يهبط؟ لا يزال المشوار طويلا في الدوري، نحن نسعى في كل مباراة لتقديم عروض جيدة، يجب علينا أن نكافح إلى آخر لحظة، وأنا متفائل بتحقيق البقاء إن شاء الله خلال هذا الموسم. من تعرف من اللاعبين من الأندية قبل حضورك هنا للدوري؟ سبق لي وأن لعبت بصحبة الدولي المغربي أشرف بن شرقي في نادي لانس الفرنسي الذي كانت له تجربة مع الهلال، وهناك لاعبان شد انتباهي بشكل كبير في الدوري، لاعب الهلال غوميز هو لاعب ممتاز جدا ويمتاز بلياقة عالية جدا، بالإضافة إلى اللاعب نوردين أمرابط الذي حقا أنا أستمتع بأسلوب لعبه. كابتن هل بإمكانك حجز مكانك أساسيا في المنتخب الجزائري الحالي؟ هذا السؤال يمكنك طرحه مباشرة للمدرب الجزائري. كلاعب أحب كثيرا المنافسة، وسواء تواجدي كأساسي مع المنتخب أو كاحتياط فهذا شرف لي. من ترشح لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا؟ أعتقد أن المستوى الكبير الذي ظهر به رياض محرز مع المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا الأخيرة وتألقه مع فريقه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي وتتويجه معه بالعديد من البطولات وتنقيط الفيفا كلها تؤهله أن يكون الأفضل في إفريقيا. كابتن تعتقد أن المنتخب الجزائري الحالي هو الأقوى في تاريخ الكرة الجزائرية؟ في حقيقة الأمر هناك إخصائيون يحددون من هو المنتخب الأفضل، لأن المنتخب الجزائري مر بفترات وأجيال عديدة ويصعب علي الحكم، كما أني فخور بما قدمناه مؤخرا في مصر حين توجنا بالتاج الإفريقي. كيف تجربتك مع الأكلات الجنوبية؟ جنبيا ومع علي وما علي الديسير جنبيا.